وكالة بلومبرغ تنقل عن 3 مسؤولين غربيين تأكيدهم أن إيران تزود الجيش السوداني بطائرات مسيرة. المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قالوا إن السودان تلقى شحنات من طائرة مهاجر 6، وهي طائرة مسيرة مزودة بمحرك واحد تم تصنيعها في إيران بواسطة شركة القدس للصناعات الجوية، وتحمل ذخائر موجهة بدقة. وحسب بلومبرغ، أكد محللون دققوا في صور أقمار اصطناعية وجود مهاجر 6 في السودان، ومن بين أدلة وجودها صورة أقمار اصطناعية التقطت في 9 يناير الجاري للطائرة في قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال العاصمة الخرطوم. ويزيد تدخل إيران في الصراع المستمر منذ 9 أشهر في السودان من المخاطر بالنسبة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي هي بالفعل على وشك المجاعة.